السلام عليكم متابعي قناتنا بن المعلوماتية، كيف حالكم إخواني وأخواتي الأعزاء والكرام؟ اليوم خوتي رجعنا لكم من جديد في لعبة 2023 الخاصة بالإكس بوكس 360 البي او اس. كاين ناس بزاف خوتي جاوني في لي كومونتير، واعتذر منكم خوتي، لا غالب ضغط كانت إجازة من وراها جات، كنا نستناو في انتقالات صيفية تكمل إما العمل والتعب، وكما راكم تشوفوا خدمنا الحانوت. هذه هي خاوتي الحاجة اللي عطلتني. ما تنساوش خاوتي طابوني وتبرتاجيو، واللي حاب يشوف الحانوت كيفاه ولا يدخل لاباج فيسبوك تلقاوها في أسفل الفيديو هنا، تلقاو لا فيديو لتما، شوفوا لقيو نظرة على الحانوت كيفاه قلبناه. كانت ناس بزاف تنداغت فينا والحمد لله رجعنا لكم من جديد، وعدلنا لكم تسمى عملنا بالانتقادات تاعكم وخدمنا الحانوت، والحمد لله رانا الآن في المستوى. اليوم باتش مليح خاوتي مع بعضنا راح نشوفوه، ندخلوا لهنايا للبوست ترافاي، نبداوكم طاب باري طاب كما يقولوا خوتي. مانيشني راح نصعب عليكم، راح نبسط، راح نبسط اكثر تبسيط، تبعوني مليح. ليتس جو. شوفوا خوتي هنايا امامكم كيما راكم تشوفوا الفوق في الشرح، ندخلوا تيليشارجمون، نروحوا لهنا نطلعوا الكروم، نروحوا لل ليان تاع الباتش راح ننزله لكم اسفل الفيديو. الناس اللي ما تعرفش تيليشارجي راح نعطي لكم التهريقه في نهايه، ما نقولوش في نهايه الفيديو باه ما ننساش نديها لكم درك بعد خاوتي. نروح مثلا الفيديو من الفيديوهات تاعنا، نروحوا لهنا فيديو فيها مدرب، سمحوا لي بارك، لعبه بي او اس باتش، لازم نشوفوا واحد فيه الباتش. هذا متى البث المباشر؟ اسمحوا لي، ها باتش خاوتي، نكليكيو على اي باتش، ومش انا نطول عليكم بزاف، تبعوني يا برك الاخير. الناس اللي ما تعرفش تروحوا لهنا خاوتي اسفل الفيديو، واش تلقاو؟ تلقاو المزيد، ولا باللونجلي تلقاو شاو، ولا بالفرنسي تلقاو بليس. تروحوا لهنا واش يقول لك؟ رابط الباتش هاو، عم تضغطوا انتم خاوتي تكليكيو عليه هكا، تظهر معاكم هذه النافذه زي ما هديروا لها خاطر النافذة، تكليكيو كليك تو هير، ما تقيسوش الحوايج الاخرى، تبعوني. هذا هو لو سال الموقع اللي نخدم فيه خاوتي، ندعم فيه باش تدعموني فيه برك. هذه هي، نضغط ننتظروا. الناس اللي عندها الادو بلوك يحبسوه، ها الادو بلوك هو اللي معطلني انا دوك، نحبسو. كاين ناس تفهم وكاين ناس ما تفهموش، هذا الادو بلوك خاوتي مانع الاعلانات، مع تجيكم هذه تسيليكسيونيوها هكا وديروا اي ام نوت روبوت، وتنتظروا 15 ثانية ومن بعديك يظهر معنا رابط الباتش كامل، سهلة خلاص يعني ما صعبتش عليكم خاوتي. ننتظروا برك يفضوا هذه الثواني. اليوم اضطريت اني نبدل لكم التسجيل عبر برنامج او بي اس، ما نقدرش ندير فيه البوز، نطلب ربي برك ما يدخلش كليون حتى نكمل واحد 20 دقيقة برك. نديروا هنايا جينيريتد لوليان ونديروا كونتيني، تبعوني برك خاوتي هنايا ديروا كونتيني. يقول لك الادو بلوك، هذا عندي زوز ادو بلوك، انا نحبسه نورمال ما عنديش اشكال، حبس كلش على جالك ما ها، وندير كونتيني. هنا يقول لك خير لي تاكسي، ها من تاكسيات خاوتي سهله، تبعوا برك واش يقول لك، بربي ان شاء الله ما كانش حاجه صعيبه. الناس اللي ما تعرفش تجيني فلا باج انستغرام ولا باج فيسبوك، نقدر نعاونهم عادي خاوتي كما عاوننا الناس الكل. هيا فاليدي، نعاودو نكتاليزيو عمرك خاوتي ونشوفو. زاد من مشا الادو بلوك، نعاودو نحبسوه ونديرو اكتاليزي ونديرو كونتيني. لازم تبقاو ديرو كونتيني حتى تدخل. ها يقولك شميني يضرك، ها لي شميني خاوتي، ها لي يجي فوق الديار هذاك، هاو راك تشوف فيه هنايا، هاو شميني تاع الفورنوات. هنا يقولك انتظر 3 ثواني ودير جاتلينك، جاتلينك يظهر معنا خاوتي رابط الباتش كما تشوفوا معنا، سهل خلا يعني ما تصعبتش عليكم، ما درت لكم رفع الملفات، ما درت. الناس اللي ما تعرفش في الميديا في هذايا الموقع، اصبروا شويه يخرج لنا، اصبروا لي برك اي كونيكسيون شويه معينه. المهم خاوتي كي تكملوا ما تكملوا هذيك يخرج لكم ديراكت، هذا ما ديروا جيت لينك تخرج لكم كيما هك، تخرج لكم كيما هك كيما هذه. هذا خاوتي الباتش كامل راك معايا تشوفوا فيه. انتما اللي ما عندكمش اللعبه الباتش يا قبل، يعني ناس اللي ما عندهاش باتش قديم يحاولوا تيليشارجيو هذا الباتش كامل اللي راح ننزله لكم من الاول للاخر،
هاو زي ما ديروا، ديروا هكا وديروا تيلي شارجي، ومن بعديك يبدا شارجي هنا خاوتي، تجيكم اون ريجستري، ريجستريو عادي في الكروم. ها هي يعني لي تيلي شارجمون، يخرج لكم لي باتش كيما هكا. مع دير مع ديك واش نديروا حنا، ما نكملوا تيلي شارجيو لي باتش كامل، نعطيكم التاريخ راني جايكم. الناس دوك نرجعوا الناس اللي عندها الباتش، تبعوني مليح. اليوم راح نحكيو بزاف باه واحد ما يقول لي اي صعيبه ويهك ويهك. الناس اللي عندها الباتش واش يديروا؟ راكم تشوفوا في هذم هذم خاوتي، ما يهمكمش انتم تاع افريل 2021، ها واش يهمكم. الناس اللي عندها الباتش القديم تاعي يا ولي صالح معاه ونجح معاه 100%، تروحوا ديروا غير شهر تاع اوت، ها شهر تاع اوت كامل، وين تلقاو اوت تيشارجيوها؟ ها اوت اوت وين تلقاو اوت تيشارجيو خاوتي؟ تشوفوا فيها بربي ان شاء الله راح تلقاو باتش مليح. خلاص نروحوا دركا نشوفوا واش تيليشارجينا. كيما انا عندي الباتش القديم تيليشارجيت غير الامور تاع اوت، ها واش راح تلقاو خاوتي. دوك ننظمهم لكم، نديروهم في دوسي باه ما يترواوش خاوتي. خلاص بربي ان شاء الله نسهل لكم الامر كامل. شوفوا بلاصه بكتكم فيها لي جيجا، ما نعرف عندنا ولا لا، عندنا هنا جي. شوفوا في الميكرو تاعي مشارجي قد قد. نروحوا نديروا دوسي اسمه باتش، باتش اسمحوا لي برك، باتش 2023 هيك برك. هيا نبداو نهزو درك، نرجعو لتيلي شارجمون، نهزو هذا وهذا وهذا. نبداو بالحاجة نديرو لو كوبي هاذيا، استنى ساعة نفقدو خاوتي، ديما افقدو قداه كاين فيها مجيكا. تهزهم نورمال، ها كوبي ونرجعو لهنا الباتش 23 ونديرو له كولي. هاك مشات دوزيام، ها كولي، تبعوني مليح باه متدرواوش. ها لازم مرحلة بمرحلة باه واحد ما كيما نقولوا جي ايرور في الباتش ولا حاجة. نزيدو نرجعو هنا خاوتي، نخليو تكمل هاديك لا كوبي، من بعديك ننتقلو للطريقة في الاكس بوكس كيف نديروها. وكيما قلت لكم راهم جايين حوايج بزاف ملاح، راح ندير لكم لي ميني، راح ندير لكم لي تام، راح ندير لكم لي سكاي بورد، راح ندير لكم لي بونو، راح ندير لكم لي توني جدد، راح ندير لكم لي ستاد. يعني كي شغل راح نوليو نطوروه، ما نبقاوش نستناو يوصل باتش بعد شهرين ثلاثة باه نزلوه، راح نبقاو ديما في تحديثات ان شاء الله، وراح نبقاو ديما مع تواصل معاكم. ساعة ساعة نزلوا لي لايف تيك توك فيسبوك ولا هنا في اليوتيوب، لازم تبقاو ديما معانا خاوتي. نروحوا وين وين وين، نزيدو نكملو. ها هما كل في لو 14، شوفوا هنا هكا نزيد نسيليكسيوني هادو كامل، نديرو قداه فيهم، ما عليهمش فيهم ان جيجا، نزيدو نكوبيوهم، نروحو نرجعو للدوسي تاع قبيله ونديرو لهم كولي، نلموهم كامل خاوتي. يا هاذما لي كيما انا تيليشارجاو الباتش ومشاو مشا لهم قبل، هاذم لي دوسي. دوك نعطيكم قداه كاين دوسي صحيح باه واحد ما يغلط. ديفو في البرنامج اللي راني نسجل به هذا اني ما نقدرش ندير باوز، الفيديو راح يطول بزاف، نحاولوا باي كيف نقصوا فيه برك وخلاص خاوتي. ديجا لا فيديو في 8 دقائق وحنا مازلنا ما ديماريناش. خلاص نزيدو نرجعو، نزيدو نهزو هذا، سمحوا لي برك. شوفوا ترى قداه كاين 3 جيجا، يعني مش راح تهز لنا اش كي صح تاسك داف. بقى لنا هنا بقات لنا 1 جيجا ونص. شوف كيما نسبريميو حاجه برك، سناب يوتيوب هذاك دا واش فيه، فيه الغنى هذا قدا الغنى هنا 1 جيجا ونص حتى شي بي اس اكس بوكس 2022، ها هو البي اس القديم هذه 2022، لازم نحياو هذه 1 جيجا ونص سبريمي. عندنا 3 جيجا فيرجين 09، وهنا قد عندنا في الباتش قد عندنا ذو مسمى كعبات الاخيره 3 فيرجين 4، ما نعرف نزيدو نسبريميو شويه غنا، اصبر شنو نزيد نسبريميو شويه غنا برك. لي بلاي دو هذوما ما عندناش حاجه زايده زعما، هنا غنحتاجوهم نخدم بهم هذا كيما 18 هذي ما بقاش حتى واحد يخدم بها سبريمي. هاي الناس كل تحوس على الفا، بربي ان شاء الله تولي عندنا فيتا 4 نورمالمون.
هكا نورمالمون يولي عندنا فيتا 4 خاوتي. هذوك الفيديو الكهربائي برك يولي عندنا فيتا 4. تخيلوا الفيديو في 10 دقائق وحنا مازلنا ما ديماريناش. لما راح تستفادوا منها الامارات هذه انتم خاوتي، شغل هيك انتم بعد هنا تديوها شغل خبره، بعد تلقاو كيف تحلوا ديروا المشاكل تاع لي بارتيسيون تاعكم. ندخلوا الباتش ونديروا له كولي، وبهذا نكونوا قد انتهينا من من نسخة الباتش كامل. نرجع برك نفقدوا واش كش ما بخلينا نورمالمون ما كانش تانكا ريكورد 666 صاي ما كانش نورمالمون ما كانش. هذا هم كل خاوتي الباتشات اللي نزلناهم. نخرجوا منه نروحوا نديماريو في الباتش مع بعضنا وما نطولوش عليكم بربي ان شاء الله. كنت راح نديره لكم على خطرتين الباتش على مرتين، بس على بالي بالناس راح تقلق ودير ما ننزل لكم ضربه واحده ويجي فيه 20 دقيقه ولا 30 دقيقه ليسونسيال، راح تفهموا مليح كيفاش يتحط الباتش من الاول للاخر، وراح نعطيكم معلومه قليله اللي يعرفها. شوفوا خاوتي تكوب الباتش قداه عندنا الملف، عندنا 11 ملف، 11 ملف كاينين فيهم كل هذوما عن وينرار. وينرار يعني كيف نقولوا وينرار بالعربي فصحى؟ مضغوطين، ملفات مضغوطه، وهنا عندنا هذا الملف الوحيد برك اون فاير دوز. دوك تقولوا لي من نزلناه هذا، يعني انا نسيت من نزلته اون فاير دوز. اون فاير دوز هذا اون فاير دوز من نزلته انا. دوك نعطيك من نزلته، اسمحوا لي برك او في شويه هذه هنا اون فاير دوز نزلته لو 14 تسمى قبلهم الكل مع الاول خلاص. اون فاير دوز نبداو نهبطوا بشويه، كاين اوت هنا اون فاير دوز ندخلوا لهنا. اون فاير دوز هاو خاوتي نزلتوا من هذه 3.3.8 كي تدخلوا لها وانت تلقاها وانت تلقاها. تلقاوها هنا خاوتي في هذا، في هذا هذا اون فير في 3 كومبليتو هذا فيرجيل 3.8 هنا تلقاو هذيك اللي قلت لكم عليها درك الدوز هذه، هذه اون فير دوز لازم تيشارجيهم كل خاوتي خطرك. هذا هما اخر حاجه راح ينزلوا مع بعضنا. نزيدو نعاودو ندخلو برك نفقدو هنا في هذه واش كاين في اوت. نورمالمون كاينه واحده خلاف في 25 ما تيشارجيتهاش، لازم تيشارجيها هذه، نعاود تيشارجيها دركا ما نطولش. كاين تانا نبداو من هنا بشويه بركة، هاي قريب نسيناها خاوتي. كاين تانا الديسات لازم نهبطوها، قريب نسيتها حتى هي. والدوز دوز كاين تانا دو لازم تيشارجيوها. شتو خاوتي كاين وحده خلاف هذه الكات لازم تيشارجيوها. راكم تشوفوا هادو كامل لازم تيشارجيوهم. تاوت كامل تيشارجيوهم خاوتي، ما نخليو حتى وحده ناقصه. سي بون هكا كان تيشارجينا كلش. دركا نرجعو الباتش تاعنا انتهاء كامل، ننتظروا برك خاوتي ينزل رانا في 13 دقيقه، ينتظروا ينزلوا هاد الملفات بركا. لازم نحبسوه لا فيديو دركا ونعاودوا نسجلوا مقطع خلاف باه يجي لاصق في بعضه. هذا كل المشكله ديال صراتي في التسجيل، اني كي نجي نسجل بالكامتازيا ما يعطينيش لا كاميرا باه نهضر معاكم ديريكت، ولا كي نسجل بواحد الموديل خلاف اسمه تينك سايد سكرين ريكورد ما يعطينيش انا الكاميرا، انه لوبياس يعطيني كاميرا بصح ما فيهاش اللقطه تاع بوز باه نخدم خدماتي ونزيد نكمل لكم، يعني لازم ندير ستوب ما عندي حتى حل خلاف. وكما راكم تشوفوا خاوتي رانا قاعدين ننزلوا في اخر نسخة اللي هي اون فاير ديسات وصاي. هذه خصني نصبر شوية. ما بقاش بزاف. ما بقاش بزاف. يعني درت واحد اللقطة باه يدير لي باز وما حبش تاكتيفا، ما فهمتش علاه زعما والله ما فهمت. ستار ديال الكاميرا ما فهمتش الديفو وين.
باه نقول لكم برك خاوتي، الناس اللي راه تجيني كيما نقولوا فيقولوا لي باتش يطور، راح نعطيكم تما قطعه ملاحظات تفضل دير تيليشارج مارك ما تشوفوا فيها. يقولوا لي الباتش خاوتي راهو يطور وتقعد زوج دقائق باه يدخل. خاوتي هذيك حاجه عاديه، الباتش من دقيقه لزوج دقائق عادي نورمال، كي تطول هيك تبقى لاباج نوار وتبقى الدار عاديه خلاص. اخترقش النسخه تاع بي او اس من تروي مش حقيقيه خاوتي، راكم تشوفوا فيها دي باتش معدلين، حنا نتعبوا باش نعدلوهم لكم وانتم تاكلوا الواجد. يعني ما تغيظكش روحك كيما نقولوا كي تلقى اللعبه تطول ولا فيها دي زرار. يعني حنا قاعدين كل مره نحسنوا ونحاولوا ان كل مره نحسنوكم، نحتاجوا دعمكم برك. انا قد ما نلقى دعم في لي باتش تاعي في الفيديو تاعي قد ما راح نزيد نتحفز ونزل لكم كل شيء جديد ونزل الباتش خاوتي. دوك نرجعوا لكم ليسونسيال، الغلطات هذوك اللي نديروهم نحاولوا نفيتيهم كل مره. نلعب يعني لكم قد عندي فايت ال 20 فيديو تاع الباتش، وديما الناس كيما نقولوا تقول لي هذيك ما صحتش. لازم تكونوا خاوتي في تحسن، حاولوا انكم ديما تبحثوا، فهمتوا؟ ما تبقاوش كشغلك ديما تعاودوا على حاجه، لازم انت تانا تبحث. نرجع دركا لا فيديو تاعنا باه ما نطولوش عليكم، باين لا فيديو هذه طولت بزاف. نروحوا خاوتي نهزوا هذوك اللي تيشارجيناهم جد الربعه. ايوا نديروا كوبي ونروحوا وين نروح وين نروحوا يا يما خويتي وين نروح نروحوا لهنايا نديروا اي باش كي تهزهم على بالك ما مش كيت كرهت هيا روح يهزهم 1.64 حساب بلاك 1.64 نسبريمي اغنيه ولا زوز عليها نشوفوا الدوسي تاع لي زابليكاسيون هذا سي بريمي حاجه خفيفه خلاص نوفو دوسي هذا واش فيه ما تقوليش فيه الغناء تاعنا فيه تصاور سبريمي اغنيات برك خاطيان كيما نقولوا هذا نتاع العرب هذا قال الاغنيه الذي ابكت العالم لا علينا فيدي كورباي بايو لي عندنا شوي ميموار ونروحو نديرو هاي ولات عندنا خاوتي نروحو لهنا الباتش ونكوليو لي فيشي لي مازالو درك خاوتي تبعوني كيما العادة طاب باري طاب مرحلة بمرحلة باه ما تغلطوش ليتس جو وين نروحو هنايا رايحين دركا ندخلو البرنامج وين هو البرنامج نورمالمون مازال عندكم الكل الناس اللي ما تيليشارجاتش لي باتش اللي قدم تلقاوه البرنامج تاع الهوريزون اسفل لا فيديو والناس اللي تيليشارجات نورمالمون راه يكون عندكم خاوتي المفروض يكون في البي سي تاعكم الكل ندخل مع بعضنا ونشوفوا كاينه حاجه نسيتها شتو هادو خاتو لي باتش هادو كلها هادو اللي تشوف فيهم الملفات هذا الكل هذا وكل ترى انت لازم يتحلوا يعني رايحين نزيدوا ونتعطلوا هذه معلومه نسيتها نفكركم فيها شوفوا خاوتي بعد ما نفهمكم في هذه اللقطه باه ما تغلطوش فيها هذه بعد نحاولوا انكم ما تغلطوش فيها شوفوا قداه الملف هو فيهم نفس الملف هاك مشتت تسمى مش راح نحلوهم كامل تبعوني مليح هلاو شوف عبد لكم اللون بتفهموني مليح شتو هادو خاوتي ما نفكوش عليهم الضغط كامل ما عملوش اكستراكت نبداو بالاول الاول اش كاين فوتبول 23 هنا واش كاين دوز تبعوني مليح اون فاير دوز وهنا كي ندخل واش نلقاو اون فاير دوز يعني نختار واحد منهم يا يعني نختاروا هذا يا يعني نختاروا هذا انا راح نختار هذا 2023 باه تجيني اللعبه تاعي 23 انتم تانا اختاروا اللي تحبوا حابين ديروا الذوق تاعي مرحبا بك نروحوا للملف الثاني اللي هو فيه كثير من الملفات جرامادو اسمه هو شو واش تلقاو خاوتي فيه هذا ما نقول لكم خاوتي تاع الدخله تاع اللعبه ولا الدخله الاولى هذيك شو واش تلقاو فيه بيتا خيو ماشي لا فيديو بيتا في 3 هاي سيس شوف يا اون فير سيس نروحو لديامس تاع المغنية هذيك زيرو سيس ديامس مغنيها كاين ميتال هاي زيرو سيس هذاك شك فيه طالاميزيك هذا هنا اش دي 3 فيرجيل ويت ما عليهاش حنا نختارو واحد فريد زيد نروحو للثالث تبعوني مليح شو واش نلقاو خاوتي نلقاو كيف ديامس ميتال
اسكار بصح مبد اي 06 هذا انا او درت غلطه على بالكم نزلت نفس بصح لا نبدل شويه هنا شوفوا هنا كيفاه ويت زاد 001 وهنايا ويت 001 شوفوا خاوتي انتبهوا مع بعضنا هذه الغلطه وينها نروحوا ونشوفوا شوفوا هنا كيفاها غرامادو 3.8 غرامادو 3.8 حوسوا معايا لكلمة غرامادو 3.8 غرامادو هاو غرامادو 3.8 شوفوا واش يصرى هنا نلقاو غرامادو 3.8 شوفوا الارقام مش كي بعضاهم شوفوا هنا 06 هنا 15 هنا 6 وهنا 5 مش كي بعضاهم شوفوا هنا يفض بالويت هنا يفض بالناف يعني كاين غلطه وكي تشوفوا الملفات تلقاوهم بالسياس في زوز ملفات ها ملفات كامله بالسياس يعني راح نسبريميو واحد من الملفات بصح نشوفوا الاخر احنا نسبريميو قبل الاخر يعني خليه الاخر خليوه ندخلوا لهنا غرامادو 3.8 ونشوفوا واش عندنا عندنا ملف اسمه غرامادو 3.8 غرامادو 3.8 ها هم خاوتي واش فيه شوفوا هذا اوت هذا في اوتا يبا كاينه غلطه واحده لازم نريقلوها ها زيرو سيس تما خليو هذا خليو هذا خاوتي هذا هو الاخر تاع اوت اسمه غرامادو نيو تعريف غراس نيو تعريف غراس غرامادو نيو تعريف غراس تبعوني مليحه غرامادو نيو تعريف غراس هذا هو اللي نحتاجوه خاوتي شتو هذا الملف هذا هو اللي نحتاجوه تما كل ما نحتاجوهم شوفوا هنا شوفوا هنا تاعنا غرامادو نيو تعريف غراس هاو عندكم هنا تاعنا بس حنا راح نختاروا الملف الجديد لان في النسخه الجديده كيف نعرفوها هاو جديد خاوتي هاو هنا في 48 وهنا في الديزناف شوفوا هنا في 748 وهنا في 219 يعني هذا جديد يعني هذا ما نحتاجوهش نسيبريميوه مفروغ منها تبعوني مليح يعني انا ماشيين من حساب انتم قد تلقاو 14 ملف 14 ملف اذكروا معايا مليح 14 ملف الفيديو راه قاعد غير ويطول بصح راح تفهموا مليح الباتش المره هذه بربي ان شاء الله كامل نجح لكم ما حاولوا ما تفوتوش خاوتي هذيك تتفوت فوت الفيديو وقت ما بيك تقول لي اني نسيت حاجه انني غير مسؤول عليك نروح الملف الثالث هلاو هذا هلاو واش فيه فيه اون فاير دوز درك هنايا تولي الرويه هنايا هالا ودوز شوفوا هنايا دوز وهنايا دوز وهنايا دوز هذه نخليوها الاخر باه نفهمكم فيها كيفاه ديروا هذه تتبعوني مليح نفهمكم نروحوا الميني جيم ميني جيم واش نلقاوه نلقاوه بالدوز هاي قلت لكم هذا مخاوتي شاك فيه من ميني الميني اللي تحب تخيره انت تحب تخير ميني جيمر ولا تحب تخير فوتبول فان تروا اللي قلت لكم عليها كبير ولا تحب تخير الدوز اللي عطيته لكم جديد نزيد نروحوا الميني اون فاير في بالك حتى هون نلقاوه دوز حتى هون دوز تسمى هذه حاجه راح تتحولوا تستغنيوا عليها تحبوا تيلي شارجيهم ولا لازم لي ميني خاوتي الدخله تحت هنايا اون فاير في 3 3 بالكش نلقاوه ما نلقاوهش دوز هذا يا واش اللي نحتاجوه هذا الاخر خلاص خاوتي هذا انا ما نزلتوش شو قدام في تلقاو فيه الملف في الدوسيير هذا لازم تنزلوه كامل شو قدام الملف كومبلاتو هذا تسمى الكومبلي الاخر خلاص كومبلات الاخر خلاص شو تلقاو فيه الحاجة ليها الفايدة البروفيل اللي ما تنساش تعدل وديروا كوبي وكولية هذيك تاع البروفيل وتلقاو فيه السيستم واجد وتلقاو فيه الدي بي فاي تلقاو فيه شامبيونز ليغ هذا من ملفات كامل معدلين واجدين وكلش يعني هذا لازم يتحل بركة نزيد نروحوا للاخر خلاص هذا ما نحكيوش عليه ما مبينين هذا نروحوا لهنايا سكين سكين بارا فري ستايل هذا ما خاوتي لي سكين هذا ما لي سكين هذا نحاولوا نهزوهم بصح والله بالك انا تعقدت فيهم هذا لي سكين جدد هذا يديروهم لنا ماشي ما فيني شو كيما هذا ما عليه دوك نعرفوا قصتهم سهله هذا كنز هذا نهبطوه كي عاد جديد ها خطراك شو 2022 ريبلاي تاع 2022 جديد هذا واش راح ننزلو برك راح ندخلو نروحو نشوفو قدا عندنا في الميموار عندنا ايه سبريمي صح باهي بلي عندنا الفيد باه نديماريو في الخدمة قدا فيه هذا فيه انفرجيل 65
اللي قلت لكم خاوتي تحلوها، هذا لازم تفكوا الضغط عليه خاوتي، هذا لازم تنزلوها من الدوسي هذا. هذا هم اللي احنا نبداو بهم، نديروا اكستراكت هير الاخرى ونخليه الملف ينزل، ام بعديك نكمل راح نزيد نعمل بوز باين نكمل لكم المرحله الاخرى. يا بيبي راهي لها 30 دقيقه الفيديو هذا والله باين. المرحله الثالثه خاوتي اللي راهي دركا انسان نشوفوا ديمارا لا تزال كما راكم تشوفوا هاو امامكم كلش واضح. نروح نشوفوا مع بعضنا برك خاوتي ونرجعوا لكم. أيوة شوفوا طغى خبرك اسكو قاعد يسجل ولا لا، هاك تبين تلكم نورمالمون. اصبر شو نكبر لافوتو شويه برك. هاي خاوتي هاي قدامكم، هذه هي البياس القديمه هنا الباتش القديم. نروحوا درك اول حاجه واش نديروا خاوتي اللي هي ندخلوا لهنا كما راكم تشوفوا ونروحوا لهنا ونروحوا لهكا بارامتر دي سيستم ونديروا وي. تبعوها مليح هذه اللقطه كما راكم تشوفوا، هذا الفلاش ديسك جانا من هنا من الخارج ضمونديناه سبيسيال بندير لكم بيه اللي جا 64 جيجا كلاس قام لي خاوتي. هذا يعني الخايدهاش اللي قلت لكم ديروا عندي كارت فيزا وتمتعوا بالاسعار تاع الخارج، قام لي مامبا ب 40000 يعني 64 جيجا هنا يعمل 200 وحاجه. هاي خاوتي اضرب لافير. المهم نروحوا دركا نديروا مع بعضنا لوبسيون باه نفرماطيوه بصيغه الاكس بوكس. دوك نجيكم انتظروني قليلا، نحط هنا التليفون كما كان. نشوف ترا اسمحوا لي برك شويه معايا بقاو تفرجوا شويه مع وجهي برك حتى ندير واحد اللقطه. بارامتر دي سيستم على مش حابه ترجع. هيا بنيتي بلا عكسات لا مش كيما هكا بارامتر دو سيستم ما يرجعش. هذه ديفو هذا صار صاري عند الناس بزاف كونترول. عبالكم في هذه الحاله واش نديروا خاوتي؟ عبالك واش نديروا؟ نطفيو الديسك دير اللي ما تصلحلوش يطفيو الاكس بوكس تاعنا نطفيوه، نحيو الديسك دير كيما هكا كيما راكم تشوفوا معايا ها هو، نحيوه من هنا او بالك نقلب الاكس بوكس مقلب. اسمحوا لي بركه شويه يا ابوي هكذا درك انا ماما مش مقلبها. نحيو هيا ولدي نروحوا من هنا نحيو الديسك دير مع بعضنا هاو هاو خاوتي. هذا تاعي عليها عرفتو صاي. نحيو الديسك دير خاوتي كيما هكا ونعاودو نشعلو الاكس بوكس تاعنا. كي نشعلو الاكس بوكس نعاودو نفس الطريقه تاع قبيل بعد، تبعوني مليح واش راح ندير. هذه ناس بزاف ما تعرفهاش الطريقه هذه، لازم نعطيها لكم. سمحوا لي نجيب التريبي تاعي برك. ها التريبي المخترع تاعي خدمته وانا في هذا. بسم الله نحط التريبي هنا هكا خاطر كل هذه هنا نحط فيه التليفون هكذا رانا بيا. نروحوا لهنا خاوتي في الاخير ونروحوا نركبوا المعرض تاعنا، نجبدو الفلاش ديسك هذا اللي حكيت لكم عليه. هذا الفيديو راح يطول خاطر خاطي ني بس على غالب كما كيما هكا لازم تفهم كيف كيما هكا لسانكم خشان. ها نحطو الفلاش ديسك ونروحو لهنا للاخير لهنا للسيستم. نروحو للستوكاج يظهر معنا الديسك شو اسمه الفلاش ديسك اللي قلت لكم عليه 64 جيجا. هاي خاطي 64 جيجا نديرو له هكا نديرو هكا نديرو له بالمثلث هذا الخجل كيما نقولو ها نعملو بالمزرعة بالمثلث هيا من بعديك نروحو للفرما طيب نديرو وي مش قاعد يصلح فرما طاج بصيغة الاكس بوكس اللي نقولك عليها طاج فرما طاج ها الفرما شوفو خاوتي هنا واش راح نديرو نديرو لهم وين كاينة غطا اللي تنقرصوها انتم. نروح نحيو الفلاش ديسك تاعنا ونروح نركبوه في البيسي ندور شوية هكا هكا باين. نروح نركبو البيسي
نروح نحطوا الفلاش ديسك تاعنا في البي سي. قبل ما نحطوا الفلاش ديسك خاطر ندخل البرنامج لاريزونا. تبعوني مليح ندخل برنامج لاريزونا. هيا دركا نحطوا الفلاش ديسك تاعنا. خلي يتحل البرنامج برك ونحطوه. رانا فيلم 5 دقائق. اي قلت لك الفيديو يفوت صباح. هيا برك خلصت. حطوا الفلاش ديسك تاعنا. شفت كي تظهر معاك الخاوتي هذه معناها المهمة تاعنا نجحت. واش نروح ندير دركا نبداو مع بعضنا نحطو السلام عليكم. سمحونا برك خاوتي دخل علينا قبل شوي كليون برك راح نديروا فيديو على ربع مراحل ليسونسيال خاوتي كما راكم تشوفوا هنايا برك هاي امامكم برك خرج معنا البرنامج ديال هوريزون كيف فرماطينا الديسك دير الاخر الفلاش ديسك بالصيغه اللي منا كما قلت لكم دخلنا ستوكاج وسبريميناه درنا له فرماطاج ولا يقراه لنا الاكس بوكس البي سي عادي. الله غالب سمحوا لي بقى الاخطاء خاوتي كترويت كي كثرت من الفيديو. نروحوا دركا واش نديروا ندخل برنامج هوريزون وين نروحوا درك يبدا العمل. ندخل الانجكت فايل نروحوا وين البارتيسيون هذيك تاع كبير خاوتي اللي حطيت فيها انايا وان هم وان هو بقات منها حاجه قليله خلاص هوني نورمالمون هذه هي لا خاطي هذه شوف واش عندي دي بارتيسيون تروا بزاف هاي ها الباتش خاوتي نروحوا لهذا اللي قلت لكم عليه الاول خاوتي واش نلقى انا هنا نلقى الفايل كونفيغيريدو هذايا هذا هو البروفيل درك ما تروحوش ديروا اللقطه هذيك تاع كوبي وكولي ونسخ وكب تاع بكري نروحوا نديروا ديريكت هكا دير اوكي ها طلع لنا البروفيل ما كانش كاين ها تروا تروا ويات تبعوني مليح ماكمش راحين تلعبوا معايا بربي ان شاء الله المره هذه نحتاج الدعم تاعكم برك خاوتي بربي ان شاء الله دائما جديد وديما ندير لكم الطرق السهله نروح للسيستم كي العاده نطلعوه او من بعديك واش نديرو نروحو نهزم كامل هادو الملفات اللي تشوفوا فيهم كامل جدد لازم يطلعوا ننتظروا درك خاوتي يطلعوا الملفات هاد الفيديو على بالي طولت علينا بزاف مي بصح راها في الفايده تاعكم كيما قلت لكم نروحو نزيدو نحبسوها ونكملو بعد الفاصل هاو ليكم خاوتي دركا كيكمل الباتش هاي جاتنا اوكي هذايا الباتش تاع البروغرام الاول يا اخي كملناه خاوتي هادو كيطلعو لكم هنا لي جايم في البي او اس 2018 شوش طلعنا طلعنا شامبيون جديده شامبيونز ليغ دوروب كاين دادوس هذاك اللي قلت لكم عليه هاو ترواوي ترواوي يعني مش حنبربشو خلا هاي دادوس ايديتاس واحد خلاف هاو الداتا اللي عليه الضرب الداتا باك وهذا مكامل كان 16 17 19 24 روم دوك نعطي لكم كيفاه ديروهم نروحو ندركا واش نطلعو نرجعو لهنا للملف تاعنا من جديد ازيرو نبداو نطلعو بالواحد عندنا دو نطلعوها تبعوني مليح دو هاي تطلع ليه اليوم ماشي غنتعطلو فيها بالكعبه دراك واعذروني خاوتي ياك مشات الفيديو راني ننتهب معاه الله غاد درت لكم مره ذي فيديو طويل بربي ان شاء الله ما بقاش زيد تعاود منا ورايح نزيد نطلعو الكات خاوتي لازم نطلعو بالواحده باه ما نغلطوش باه تما انتما ما تترواوش قريبو لي تقسم ثاني انتما اها نروحوا دركا للدوز دوز هنا ما كانش نديروا الدوز هذه اللي قلت لك مع برا من بعد نرجعوا للاخرين شوفوا واش خدمتها الدوز هذه بالك تعطينا نظره مليحه على الباتش هاي قاعده تطلع الدوز دوز البغل ما عرف شكون هو الدوز البغل يقولوا له تبسها مع كل احتراماتي الناس تبسها ها علاش هذه دات لنا واحد 20 ثانية هذه نورمال صح كيما قلت لكم خاوتي أي حاجة راح نزلها لكم راهي في الفايدة تاعكم وبيان سير أنا تانا القناة تاعي تطلع ومضى بيا ديما ننزل لكم جديد وما تنساوش خاوتي بالبارتاج قرب قلت لكم الاكسبلور بارتاج واللايكات والكومنتار خلي تخلى ضربة واحدة خلي البرازيليان يجيو يجريو عندنا يقول لي واش درت انتم أيوا نكملنا دوز نرجعوا دركا تحت الدوز كاينه الديسات هنا الديسات عندنا خاوتي مازلتش نحطوها ال 25 ما عندناش نحطوها تبعتوني واش قاعد نحكي درك ما فهمتوني كي تلقاو عندكم الديسات هنايا ما تحطوهاش لقيتو ما الفان هاي ما كانش تقدروا اون تعود عندنا فان تحطوها دركا نزيد نكمل هذه نزيد نعطيكم بقاو لنا حاجه قليله ما بقاولناش بزاف خاوتي
انا الباتش تاعي بربي ان شاء الله هاو قريب يكمل، دورك نجربه كاش ما اخطاء قبل هكا اي تبان لنا مع الاول بعد نخليه تسمى الجزء الاخر هو اللي بين كلش. دورك الفيديو راه مقسم على اربعه خاوتي وكل جزء فيه 10 دقائق او قادر نلحق لنا 50 دقيقه كي والو هذاك ساعه نورمال ولا نشرح. ايه نروح دركا ونعدنا دركا بشويه نبدا ونفهموا بعضنا دركا. هنا لازم نديروا اوفرير شت الدوز هذيا هاي واش تعطينا ما نحتاجوهاش. نزيد نشوفوا هذا الملف لعد دوز نزيد نفوتوه تبعوني مليح بتفهموني لعد قلت لكم دوز نزيد نفوتوه سيس هذا نحتاجوه نحلوا واحد منهم برك واحد برك خاوتي اوه حلوا واحد فريد برك ما حلوهاش كامله خاوتي هاك فات حلوا واحد استنى نشوفوا كيما قلت لكم من الاخره ارجع 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 ها دي طاي هاي هذه هي جديده تسمى تلبيات نروحوا نديروا اوفرير تبعوني مليح اوفرير ومن بعد هيك كيف تعرفوا تحلوها نديروا هكا وحنا نخيروا ما لا نخيروا ميطال لا ديامس لا نخيروا حاجه البانو هذه جديده بعد نيو تعريف جراس نديروا هكا ونديروا اكستراكت وين وين يحطه لنا في رايكم خاوتي دوك يعطينا الفول الفارماسي اه انيلي كانسر نديروا له هكا نديروا له كانس اكستراكت هذه ونروح وين محطوطه اللعبه وين محطوط الباتش تاعنا هذاك نلقاوه ونلقى مكتوب باتش هاي باتش ونديروا له هنا هك اوكي تبعتوني سهله خلاص هذه انا ما مفرغ من هذه ما تترواوش باك دوك نلقاوه تحل خاوتي السياسه ها السياسه هذا وين هبط خاوتي 16 14 هو هبط 16 14 نعاودوا نخرجوا نتاكدوا ها السياس ندخلوا له ما عندناش السياس هنا هاكم تشوفوا ما كانش السياس هاي هاو قاعد يطلع السياس بارتي سياس تاع لونفاير هذي نزيدو نروحو نروحو ونعدنا عدنا في هذي هالاو هالاو لا عد دوز نفوتوها خاوتي يا عد دوز نفوتوها نورمال هالاو كشغل الدخله تاعو تجي اسمها هالاو لقطه الميني فولد نزيدو نفقدوها راني كررت غير باش تفهموا هاي الدوز تاعنا نفوتوها هنايا اونفير فاندو فيب لعد دوز تاعنا نفوتوها الدوز هذا دار فينا تير هنايا هذه الاخرى ومنها تنتهي الحياه هذا الباتش تاعنا هذاك سيبا نروح نشوفوا هذا مخاطر اللي قلت لكم عليها من تحت نفهموها مش خدمتها مبارك اوفرير سكين باراس في ستايل اه فهمت فهمت هذا مخاوتي ما يهموناش هذا ما بالك مش خدمتها ما ثم تاع دخلة الفري ستايل هذيك الاولى خلاص تبدلوها تسمى ما تهمناش هذه من بعديك نعطيك من خدمتها كيفات تدخله بعد تاع الاكس بوكس يدخل بستيل تاع البي او اس بعد جديدها مفروز خوتي الباتش هاو الباتش كامل خوتي تاعنا نروحوا دركا مع بعضنا الاكس بوكس ونخدموا نكملوا التكمله كيف نديروا بصح الطريقه هذه دركا نرجعوا ديسك دير تاعنا نطفيوا الاكس بوكس تاعنا نديروا هكا ارات عرفت نحطوا الديسك دير تاعنا تاع قبيل اللي نحيناه هكذا ونعاودوا نشعلوا نجيبوا الفلاش تاعنا خاوتي هاني ما طولتش عليكم راني دخلت لكم ديريكت في الموضوع نحطوا الفلاش تاعنا اخي واضحه بك الصوره اصلا نشوفوا الصوره واضحه ولا لا اسمحوا لي بارك اي نورمالمون واضحه وخرج لنا اصلا نعدلوها برك شويه الاكس بوكس تبان مليح احبسي احكمي براحك يا بنيتي هاي هكا واضحة كل وضوح ان شاء الله انتم تانا برك خاوتي تبان لكم هاي الندبة تاع البرنامج اللي ندبناها بالي مش راح تبان لكم مليح بصح خاوتي تبعوني برك في الصورة وفضت هاي هنا خاوتي العزاز سنظهر انا من هنا بان تسمى بان نشوف مليح وش يبان هاي عندكم انتم واش راحين ديروا درك تبعوني لاخر حاجه ها نروحوا الفايل مانجر نحلوا من هنا خاوتي ديسك دير تاعنا واش نحلوا نروحوا للكونتون تبعوني مليحه نروحوا للكونتون ونروحوا للزيروات وين نروحوا نروحوا الملف تاع التروا دي تروا دي تروا على الاخره بالك انت ما توضع ما تبان لكمش مليح اصبر نشوف عليها ما تبانش دقيقه بركي هنا صافي لاباس عليها والله ما فهمنا ديفو وين لا كاميرا ندخلوا للدوسي الاول يظهر معنا الباتش تاعنا كامل هاو الباتش كامل خاوتي شفتوه تاع
تبعتوني مليح. درك وين نروحوا؟ نروحوا من هنا نحلوا لي اس بي، ندخلوا الكونطون وندخلوا الزراوات وندخلوا الدي 3 على الاخر وندخلوا الملف الاول. درك يبدا العمل بالصح، واش نديروا؟ نروحوا لهنا الديسك دير تاعنا، نسيليكسيونيو الفيشي اللي مقابلنا من هنا، شي لي ستيلي تلقاو هنا خاوتيا، سبريميوه من هنا. مثلا هنا لقيت شامبيونز ليغ، نسبريميها من الديسك دير تاعي. لقيت هذا دي بي فايل، نسبريميه من هنايا. لقيت دو، هاي دو كاينه، نسبريميها. ومن بعديك نسبريمي الكات، من بعديك نسبريمي السيس، من بعديك نسبريمي الدوز البغل، نهبطوا بشويه برك باه يبان لنا كلش. ومن بعديك نسبريمي الكانز، ومن بعديك نسبريمي الساز، ومن بعديك نسبريمي الديسات، ومن بعديك نسبريمي الديزناف، ومن بعديك نسبريمي الفانت كات، ومن بعديك نسبريمي ما نسبريميهاش. هاي سبريمي وزوز هذوما هاهم الروم، هذه نسبريميوها تاعنا. تبعتوني مليح، نروحوا دركا بهذا التوش خاوتي. واش كيفاه تقولوا انتم علاه تركز بونا على هذا التوش؟ نضغط هكا يختار لي الجهه اللي راح نسبريمي، يعني سيليكسيونيت له يا اخي. ومن بعديك واش يقول لك هنا خاوتي؟ هنا يقول لك ديلايت، نتركزوا على الزر الاحمر ديلايت ونديروا وي. دوك تقولوا بونا علاه سبريما هاد لي فيشي خاوتي؟ علاه سبريميتهم؟ خاطرك لي فيشي مكرين وكون نحطوهم يكازي وما يصلحناش الباتش. انتم واش راح ديروا؟ دوك سيليكسيوني سيليكسيوني تو 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 تو. ها خاوتي ها سهله خلاص، والله سهله لدرجه ما تصوروش باتش. انا تانا كان يتروى من معلول، بصح كون لقيت واحد يشرح كيما انا بالتفصيل الممل هكا مليح كيما انا، راني ما ترويتش كل ربيع لي. ونبعثوا لي لي فيشي تاعنا، تبعثوهم هيك خاوتي سيليكسيوني وتركزوا على الا يتبعثوا. هذه نعطيها لكم في الفيديوهات الماضيه خاوتي. دركا راح نحبسوا لا فيديو باه ما يطولش عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فينيسيون تاع الفيديو، وان شاء الله نعطيكم الباتش مريقل وكلش. مرحبا بكم خاوتي، كيما راكم تشوفوا ما شاء الله راه شغاله اللعبه معنا. ها امامكم نونيز اللي نسميوه تاع ليفربول. هذه اول ايطاب نجحت معنا الحمد لله، المرحله الاولى ناجحه 100%. كيما قلت لكم خاوتي، عاودوا على ربي وحاولوا انكم كي شغل هكا تزيدوا وتتبعوا لي الشرح تاعي مليح برك. الا غالب سمحوا لي على الفيديو كي جا طويل، تعطلنا معاه بصح ما تلقاوش الشرح كيما هذا في العالم كامل، والله ما تلقاوه اللي يشرح معاكم ويطول معاكم بالو كيما هكا. شتي الناس اللي دخلت معايا كل هنا، ماذا بكم خاوتي؟ طابوني وكامل وتفعلوا الجرس وتبرطاجيوها عندكم في المير تاعكم، فيسبوك في تويتر في الانستغرام في تيك توك. عاونوا خوكم باه كيما يقولوا الناس كامل خاوتي، ما تكونوش من البخاله كيما انا قاعد ندير لكم كلش. انتم تانا بارطاجيوها مع صحابكم، ما تقولش انا نلعب وصاحبي ما يلعبش جاري ما يلعبش. الناس زواو ولا مساكين خاوتي، وانا علاه قاعد ندير لكم في لي باتش هذوما قاعد نعاون فيكم. خطاك اللعبه دي باش تشريها لازمك واحد 1,200,000 خاوتي، والله العالي العظيم. فيفا ولا بي او اس باش تشريها جديده لازمك 1,200,000 كي تخرج جديده. بصح انا نجيب لكم فيها بفري مليح، نعاون فيكم. الناس اللي قراب انا احسب لهم فيها 40,000 50,000، انتم البعاد الناس اللي تعرف راهو قاعد تيليشارجي فيها، الناس اللي ما تعرفش الله غالب. ومرحبا بكم الناس اللي قراب ليا هيك الولايات كل اوتر ولايات، كشغل قالما عنابه قسنطينه هنايا خنش لا تبسه القراب هذو بسوقها راس باتنا. مرحبا بكم هنا في المحل تاعي، نقدر نعاون خاوتي للاخر. ننتظروا قليلا ونشوفوا مع بعضنا اسكو الانتقالات تاعنا صلحت لنا ولا لا، ونقدروا نشوفوا حاجه خفيفه برك عليها خاوتي. هو الفيديو طول طول كما يقولوا، ما لا نزيدوا نصبروا شوي. راني ما انا كما تشوف راح نلعب فيفا تانا، حتى انا كيفكم من عشاق البي او اس والفيفا. هاي عندي البي او اس بس والله ما نلعبها. هاي دوك تشوفها ماني وين رحتي؟ هاي الفول فيندو، انا من عشاق الفيفا درك. ننتظروا برك خاوتي تنزل، والناس اللي عندها اونلاين تقدر تجي تلعب معايا عادي فيفا اونلاين. ها هي دوك تشوفها كي ندخل لها الكونت تاعي اوريجين. انا الناس اللي حاب تلعب معايا اونلاين دعوه راهي محرقه شوي سيرو. انا جبنا الفنتروا فنتروا كيما قلت لكم تاع من 1,050,000 عندنا احنا في البي سي، كل واحده تسمى نسخه بزي تاع الاكس بوكس بزي تاع البلاي كات بزي تاع البي سي بزي، كل واحده كيف البري تاعها. وكاين اوف لاين تلقاها رخيصه واحد 100 وحاجه ولا 200 مش حاجه، بصح ما عندها حتى معنى اون لاين اوف لاين. هذه تسمى فيها كلش فيرسيون كومبلي. هاي نلعب انا نلعب مهنه مدرب
الناس يقولوا لي هذوك الفرافيط يجي يقول لك اوه انت عندك اونلاين تلعب في ماستر ليج. انا نرتاح في الماستر ليج، اختركش اللعبه صمت وهنا اونلاين. تجي تلعب مع واحد تلقى يلعب لك، هي مخدومه تلعب ب 11 جوار البالون مركبه كامله، هم قالوا لك شنو دير تقييمات جدد، وهما تلقاه يلعب لك بجوار واحد يحكم بابي يجري به ستاد كامل. هي شدوا عليها كرهنا الاونلاين. منكم انتم هاي ندخلوا هاي عندنا ماتش مع تكال تاع الاخر هذاك تاع الكهرباء وتحم بين مانشستر سيتي ويونايتد، انا عارف نربحوه ولا لا. اذا حبيتوا انا ندير لكم سلسله تفرجوا عليا، روحوا للتيك توك تلقاوني ديما ندير لايف، تفرجوا على السلسله اللي انا نلعب فيها. راني محسوب بليله عليلتين ثلاثه ندير لي لايف وانا نلعب، تقدروا تفرجوا معايا تشاركوني بالاراء تاعكم، نشوفوا لي جوار نشتريوا لي جوار نبيعوا لي زونترينار يجيونا مثلا ساعات هكا عروض من انديه من منتخبات. طولت اخوتي هذه الدخله تاعها بصح ما عليهاش كي تدخل تاعنا. او دوك ما لقيتش كيف قلت لكم سي بريميا وانا هضرت بزاف معاك. هاي جات نديرو ادخلو هكا وهنا نختارو الديسك ديال تاعنا. عندنا اسباس ليبر مش لي اس بي، نختارو الديسك ديالها صاب. شت وخاوتي اذا حفظ جات حفظ هنا ها الدوري الانجليزي طقع على خلاص تسمى هاي صلحت اللي تجيه سوف جارد صلحت، اللي ما تجيهش هذيك يشغل ايرار هذيك هاي ما صلحتلوش الباتشا. دوك نعطيك وقت تجي هي تجي وتروح بعد هاي بينات معدله جاري التعديل سي بون هكا صلحت. درك نشوفوا ليه ليه برك خاوتي ما نطولش عبالي فيديو طال بزاف. خلاص هاي قدامكم ما شاء الله الدخله 23 كلش 23. نروحوا برك نشوفوا ليه ليه اللاعبين، نروحوا الايديت بريمير ليغ، هي متعه في البريمير ليغ. شوفوا لي جوار برك اسكو بدلوهم ولا لا. نبداو ببرشلونه اختركش برشلونه هي اللي فيها جديد العام هذا ان شاء الله نلقاو فيها جديد. هاي واين ديمبيلي ندبا مازال تعبالكم لي جوار مازالو لي جوار مازالو ملي قلتهمش مازال ما كانش رافينيا ما كانش حتى واحد مازال يوسف هذاك ديمير معليش ناخذ الريكو لي جوار خاوتي. درك انا مدهالكم هكا بداو قصروا بها ولي جوار في الفيديو الجاي راح تكون كاينه بربي ان شاء الله. المهم هذه تسمى ينصها كامله بقاو غير لي جوار دوك نريقلوهم في يدينا لي جوار. روح نشوفوا الدوري الانجليزي ترى بلاك يكونوا عدلوا غير دوري الانجليزي. مازال لاكازات مازال اوباميانغ شغل قدم خلاها بالك انتقادات لي فيها. اوباميانغ عنده عامين من راح لبرشلونه. السيتي دغ نلقاو مازال خيسوس هنا ها وين ايه. المهم خاوتي كيما شفتوها اللعبه راها مليحه بزاف، نعطيكم برك كيفاه الدخله تحبة تعرفوا بلي كاين تحسنات في اللعبه، تقعد الانتقالات نعاود لكم فيديو سبيسيال غير الانتقالات ما نطولوش عليها عليكم خلاص فيها، تما راح تجي خفيفه خلاص. هاي بين لكم بلي جديده خاوتي شوفوا تولوا خيسوس هنا وين، ها خيسوس في الارسنال، يعني باه تعرفوا تسمى اللعبه بلي راهي جديده. هاي تقعد الانتقالات ما تبربشوش فيها تولي تقول نهز جوار منه نهز جوار من. خليني انا ندبر راسي فيها الانتقالات فروزا اخاوتي هيا عدوني بلي ما تفسدوهاش. هاك ندخلو ونشوفوها الفيديو الاخر هذا فيه 6 دقائق والله الفيديو راه يلحق لنا 40 دقيقه على بالي. اول فيديو تاعي راح يوصل جامي وصلت ل 20 دقيقه جامي بالك خطره واحده 20 21 في فلوج خاوتي تانا راح نعطيكم في الاخير بركة دعموني في الفيديو تاع اللي درته فلوج في جيجل تفرجوه كامل وتفرجوا على الاقل 32 ثانيه باه يقدر يماركي لي وتقدروا خاوتي تانا تبارطاجيوه عندكم خلي يطلع لنا لا فيديو خليك ما يلحقوا الناس شويه نبان ندعموا السياحه في بلادنا. يعني فيديو مليح خاوتي تفرجوه ورجعوا لي اذا عجبتكم او قبل الفيديو هذا الاخر تلقاوه فلوج في ولايه جيجل مالكوه في العجيبه. هاي خاوتي الكاليتي ما شاء الله باين لعبه جديده شوف كيف رابيد هاي شونجمون كلش نورمالمون خاوتي
يعجبك لما الباتش. سي بون خاوتي، بارك الله فيكم. وفي الاخير واش نقول لكم، انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات قادمه، وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تفعلوا الجرس واللايكات، بازيولي على اللايكات، خلي الفيديو يوصل للماكسيموم. لا تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم.